اسمي عبد الحق، الاصل ديالي مدينه شبنقرير. المهم جاتنا الفكره ديال انني نبيع القهوه متجوله من واحد السيد كان قديم هنايا في كازا في المدينه القديمه سميتو شبه العربي، كان معروف انه كيبيع القهوه وهذه وانه دومين مزيان اللهم هي بدا كنصوروا النهار ديالنا ماشي شي حاجه. والمهم بدا مهير الشريفه مد الحرفة ما كطلبش لوازم كثيره، كطلبها مقراش شوت الماء قهوه تكون كاليتي مزيانه او بنادم كيسير من الله وكلشي. القهوه كتحتاج من راس الحانوت، كتحتاج العود الصفر قرفه شوت البزار، قهوه كاليتي تكون مليحه على حساب جدرهم الكاز درهم درهم ونص كله على حساب اي واحد. انا تزمنا بزاف الصراحه حيت ممنوع الدور بين كيشوفك ما يقدرش تخدم هنا، هي تزمنا بزاف. انا المشاكل ان بنادم كيشوف كيقول له على ما امشي كي واش وصل لك على كي يحتارك شويه فهمتش. وانا بنادم داعي على قهوه كلاس كذا كرايح فيها وانت كيشوف عندك قهوه في البراج كيحتارك شويه، كاين واحد النوع اخر كيزعم كيشجعك، هذا هما اللي كاين. كاين ما يدار اخويا، ما كاين لا خدمه لا والو في البلاد، كاين لا خدمه لا والو. قلنا اللهم نديروا القهوه بعدا ترزقوا فيها الله، عندنا وليدات هو سيدي كان ترزقوا فيها الله الساعة وراه بخير. واخا هكاك وراه كطلع لي حتى 40 فرنك حتى 50 فرنك بالكارو بكل شيء، كارو سيدي وين ستول ماربورو العطريه. القهوه كناخذوها من باب مراكش مع واحد السيد واحد العطار زوينه وداك الشيء نقي وزوينه حتى كتشوف. والمهم بخير، المهم عايشين الوليدات وكارين منها وداك الشيء اللي كاين. البقراج خصك لي 150 درهم، البقراج 150 درهم، كندير الرابعه ديال القهوه ب 20 درهم وقول عطريه وكلشي كطلع بشي 50 درهم ها القهوه هذه بوحدها. وعاد الكاس الجباكيات ديال الكاس ب 30 درهم، عاد كناخذ الترموس ب 3600 باش كندير نيسكافي، والقرعه ديال نيسكافي ب 40 ب 50 درهم، وعاد زيد صافي هادشي اللي كاين. وكاين اقبال على هادشي الله يجعل البركه بخير. الناس زوينين كياخذوا من عندنا، الناس طيبين والناس الدراويش الناس اللي ما عندهمش. المهم درهم زوينه سهله كتجيك بسيطه باش غتاخذ قهوه بدرهم فهمت، ماشي بحال تاخذ قهوه ب 6 درهم ولا 7 درهم، تاخذ قهوه كتجي مسهله بدرهم وكيتعاونوا معنا حنا النيت مزيان. واي اللي حنا ما كرهناش نديرو مشاريع كاع شي سونطر شي زوين نخلصو كاع العيبه ديالنا ونخدمو. دابا راه في ساحه مارشا الا جيت الدور كيشدوك، علاش على بقراج كيشدوك يدوك والو، انت كدور على 70 درهم ولا 80 درهم وما كيدوك يضلوا سادين عليك فولونتي باش كيخلوك ترزق الله انت دايره بقي رزقك ترزق الله. خاصهم يخلوك تدبر على راسك، علاش غيحبسوك ولا يسدوك، خلوك الدور اخو ترزق الله. دابا هما اللي تلاقاو معاك دابا يشدوك يديك، علاش ما تدورش انت خصك ترزق الله، عندك وليدات وعندك فهمت، انت عندك وليدات دابا باش غتمشي ترزق الله وما يشدوك يضلوا سادين عليك حتى العشيه عاد يطلقوك، علاش ما يخلوك ترزق الله اخو فهمت. حنا دابا كنبيعوها مع الدراوش ومع البوبريات انت كتشوف شكون هذا اللي غادي يجي ياخذ من القهوه بدرهم، غيجي عندك اللي لاباس عليه يجي عندك، هذاك المسكين اللي ما عندوش هو اللي غيجي يتقدم عندك صافي. انا خويا كنبيع ونشري هنا عندي في الرشاد مول القهوه، كنتسنى دائما كيجي وليت مدمن على هاد القهوه هادي دائما هاد ما خديناش هاد من عند هذا صافي راه كاين والو، دائما كناخذ من عند خونا هذا وليت مدمن انا على هاد القهوه هادي.